السلام عليكم أعزائي الطلبة، رحب بكم في هذا الدرس البسيط. اليوم خلنا نتعلم هذن الحروف الإنجليزية، بعض الحروف وطريقة التلفظ، لأن التلفظ مهم جدا بالقراءة. عندنا حرف الأي، آ آ، أي أي، آ بي ب، سي يلفظ، أكثر شيء يلفظ ك، أكثر شيء يلفظ ك، هذا غير موضوع، بس أحيانا يلفظ سي. دي د، الإي أ، إف ف، جي أكثر شيء جي يلفظ ج، ج ونوبات ج. اتش، الاتش يلفظ إذا أجا واحدة ه. اي اي، ا ب ك د أ ف ج أه أ. خلينا نشوف هاي الكلمات. أد داد باد كاد أد كاب أيج بيف بيد بيد بيج باج بي كاب كيج ايج ديد ايج اب فاد فيد في فيد فيج جي جاب جاد هي هاد هاي هيد هايد اي ايس